أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في برنامجكم ساعة مع نيبال. عادي إنك تجيلك رسالة على الواتساب تقولك للبيع، لكن الشيء اللي مش عادي إنك تلاقي الرسالة مكتوب فيها طفل للبيع. متخيلين معايا رسالة بتروح وبتيجي، عرض وطلب، طفل للبيع، ليها مواصفات، النوع، السعر، السن، الحالة الصحية، شيء يعني العقل نفسه بيقف عاجز أمام الرسالة بتحمل كلام بيع طفل. دي مش بس على الرسائل، دي مواقع موجودة على الصفحات، صفحات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأطفال. أب وأم بيبيعوا جزء منهم نتيجة لضيق الرزق أو لأزمة مادية ممكن يكونوا بيمر بيها. النهاردة وإحنا بنحضر الحلقة، الصحافة اتصدر فيها خبر بوجود أحد الآباء صاحب محل أخشاب قام ببيع طفله الرضيع لأنه بيمر بضائقة مالية. يعني اللي احنا بنقوله مش ظاهرة، دي حقيقة موجودة، لكن نفسي أفهم تركيبة الأم والأب دي إزاي، نفسيتهم دي إزاي، إزاي الأم بتبيع جزء منها، ده قلبها بيشوف ابنها أو بنتها قبل ما عينها بتشوفه، إزاي إن سهل على أي أم أو أب إنه يبيع ابنه مهما كانت الظروف ومهما كان الأوضاع. هل وصلنا للدرجة دي؟ هل الأحوال وصلت بينا لكده؟ وهل يا ترى الأزمة المادية هي اللي بتخلينا نبيع أولادنا، ولا إحنا في قلوبنا بقى في قسوة، بقى في عدم رحمة؟ المشكلة فين بالظبط؟ تخيلوا معايا رسالة عرض وطلب فيها فصال، فيها أخذ وعطى في الكلام. بتبيع إيه؟ بتبيع طفل. بيتحدد لونه إيه؟ لونه أبيض ولا أسود؟ عمره قد إيه؟ ويحصل فصال، الطفل بيبدأ من 1000 جنيه ويوصل لخمسة ويوصل لتلاتين وعشرين. ومعايا يعني صور من مواقع بيعرضوا أطفال ب85,000 جنيه، ولادنا بنتاجر بيهم. هو ده اللي احنا وصلنا له؟ هو ده اللي احنا بنعمله في ولادنا؟ طب بنجيبهم ليه؟ طب بنرميهم الرمية دي ليه؟ الصفحات دي موجودة تحت مسميات التبني. ده من ضمن الحاجات اللي قريتها على المواقع التواصل الاجتماعي وجاي لي صور منها، إن اللي بيتفاوض على الطفل بيقول مطلوب 30,000 جنيه، ويا جماعة دول مش ليا، للأم. تخيلوا إنه بيحصل تفاوض على بيع الأطفال. أم بتبقى عارفة إنها بتدي مواصفاتها كأن عربية، رايح يشتري عربية مش ابنها. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل في حياتنا ده؟ الناس دي مرضى نفسيين، الناس دي عايزة يتعامل فيها إيه بالظبط؟ الحكم عليهم بيكون إيه؟ وهل مهما الظروف أو الضائقة المالية اللي بتمر بيها تخليك تبيع جزء منك ضناك؟ إيه القسوة دي؟ أنا مش هقول عليهم إن هم قلوبهم حجر، لأن الحجر بيلين 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 بالنحت أو لما بنفجره، لكن دي قسوة ملهاش وصف. عايزة أقول طبعاً إن بيتم
متابعة الصفحات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيوصلوا للناس دي، وطبعا أكيد هيكون في أحكام عليهم وأحكام قوية كمان، لكن عايزين نفهم القصة إيه والوضع إيه، وإن فعلا ده العقل ممكن يصدقه إن طفل للبيع. أنا نفسي مش مصدقة. إيه رأيكم نطلع فاصل ونبدأ حلقتنا في ساعة مع نيبال؟ مجتمعية وصدمة في الشارع المصري بسبب بيع الأطفال على الإنترنت. ذكر أبيض للبيع، أطفال بمختلف الأعمار لراغبي التبني أو الشراء، أطفال ورضع بكافة الأسعار. هكذا وبكل بساطة يتم استقبال هذا النوع من الإعلانات على أحد المواقع الإلكترونية التي اشتهرت ببيع الأطفال مؤخرا في مصر، والتي أثارت الكثير من البلبلة في الشارع المصري وغضب شديد. كارثة حقيقية بمعنى الكلمة على الأسر، وخطر يهدد أطفالنا. تم اكتشاف هذا السوق الإلكتروني المشبوه ببيع الأطفال وتم غلقه بمساعدة أدمن صفحة أطفال مفقودين التي تصل نسبة متابعينها إلى 1,200,000، وبمساعدة هذه الصفحة يتم استرجاع الأطفال المفقودين إلى ذويهم وبمساعدة روادها في جميع محافظات مصر. علشان كده قرر فريق ساعة مع نيبال النزول إلى الشارع المصري ومعرفة آراء الشعب في هذا الموضوع واستطلاع الآراء وكيفية مواجهة هذه الجرائم. مساء الخير. مساء النور. تشرف باسمك. محمود رمضان. أنا سنة. حضرتك هاني. طيب، سمعتوا عن بيع الأطفال عن طريق الإنترنت أو في الحياة الواقعية ولا ما سمعتوش عن الموضوع ده؟ والله يا حضرتك، هي ظاهرة بيع الأطفال دي يعني ظاهرة درجة أصلا في من التسعينات. أول ظهور ليها كان في إمبابة، يعني أول ظهور للواقعة دي أصلا موضوع البيع ده كان في إمبابة، كان في منطقة الكتكات بالأخص. مش هذكر طبعا أسامي الناس اللي كانوا بيعملوا الكلام دوت، بس هي الظاهرة دي أصلا منتشرة من زمان جدا، وحاليا دلوقتي ليها باع كبير برضو في يعني مدرجة برضو دلوقتي على الفيس، على الفيسبوك وعلى النت. تمام، وشفنا كتير من الكلام دوت حاصل. يعني حضرتك شفت في الحياة الواقعية وشفت برضو على النت في الحياة الواقعية، ودلوقتي الموضوع بقى على النت منتشر. ظاهرة اسمها ظاهرة التبني، ان في ناس بتخلف عيال. تمام، ولظروف حياتهم الخاصة يعني اللي هم مش قادرين يصرفوا عليهم وكده، فبيضطروا اللي هم يبيعوا ولادهم لناس خلايجة وناس عرب. تمام، بأسعار باهظة. يعني حضرتك تقصد، يعني حضرتك قلت بغرض التبني، يعني في صفح بتبقى غرضها التبني بس الباطن بتاعها بيبقى البيع. حاجه متاحه دلوقتي على الفيسبوك طبعا بجانب، يعني اي حاجه متاحه على الفيسبوك دلوقتي في سبيل اللي هي تجيب فلوس، يعني اي حاجه بتجيب فلوس على في اي مجال بقى. حتى موضوع التبني دلوقتي بقى على النت، بقى مدرج على النت دلوقتي بهدف الربح. طبعا الظروف الحال الخاصه والظروف الحال المعيشيه والناس مش لاقيه تاكل. تمام، فبيضطروا ان هم يبيعوا اولادهم. يعني حضرتك تقصد بسبب المعيشه الصعبه ده بيبقى سبب بيخليهم يبيعوا الاطفال بتاعتهم. بالظبط بالظبط بالظبط. شكرا، بشكر حضرتك. طب حضرتك سمعت حاجه عن الموضوع ده ولا؟ انا يعني موقف مره عدى عليا كده، كنت قاعد على الفيسبوك عادي ولقيت زي اعلان، حد حاطط اعلان ان هو عايز يبيع طفل صغير، فحب استطلاع دخلت اتكلمت على في الكومنتات عادي، لقيت ناس كاتبه طب بكام السعر، ناس بتهزر وكده، فانا فاكر الموضوع هزار يعني، فبدات اتكلم معاهم في الكومنتات اللي هو طب السعر كام، لقيتها دخلت لي خاص وقالت لي لا انا في الشهر السابع ومضطره ابيع الطفل ده، انا محتاجه فلوس ب 20,000 جنيه. فاستغربت، قالت لي طب انت جد انت تشتري؟ قلت لها طبعا انا مش جد طبعا، بس انت ليه بتعملي كده؟ قالت لي يعني الظروف، وانا مطلقه وجوزي سايبني ومعيش فلوس ومحتاجه ان انا اصرف على البيت وكده.
فطبعا ما قدرتش اكمل معاه في الكلام عشان الموضوع ما يخصنيش في حاجه يعني. حضرتك كنت متخيل انك لما هتسأل هتلاقي الموضوع مزيف، بس طلع بجد. بصراحه بس طلع بجد وبتتكلم جد جدا ان هي عايزه تبيعه، وانها ساكنه في المنصوره تقريبا او بلد يعني هي في محافظه، وقالت لي اسم القريه بس انا مش فاكر بصراحه يعني. بس طبعا عشان الموضوع بالنسبه لي انا كنت داخل كانه هزار يعني، طلع بجد، فانا صرفت نظر على الموضوع يعني، سبتها بقى الناس بعد تتكلم معاه وكمل معاه كلام، بس انا ما اهتمتش يعني. حضرتك سمعت عن بيع الأطفال عن طريق الإنترنت أو في الحياة الواقعية؟ أنا فعلا يعني ظهرت واقعة قدامي، وأنا في مكان العمل بتاعي جنبي النقطة بتاعة الشرطة وكده، فبالفعل ظهر واقعة لواحدة ست كانوا بيدوروا عليها وبتاع، فكانت اتهمت حد اللي هو بيسرق أو كده، فراح دخلت النقطة، فبالفعل طلع اللي هي بايعة بنتها مقابل مادي. الموضوع ده حضرتك شفته وقع قدامي، بعت بنتها عشان مقابل مادي، ما معهاش فلوس، ظروفها المادية لا ظروفها تسمح. المادية لا تسمح وبتاع، فبعت بنتها عشان فلوس وبتاع. حضرتك تعرف بعته بكام ولا ما عندكش معلومة بحاجة زي كده؟ معلومة بحاجة زي كده، بس هي يعني بعت بنتها، وده يعني شيء يعني مقزز جدا. طبعا طبعا. عندهم أطفال تانية ولا هو ده أول طفل بالنسبة لهم؟ دي أول طفل باين بالنسبة لها، أو هي وعلشان بتعمل الضائقة؟ كده أو هي بتعمل كده أو بتنجب أطفال وتبيعهم مقابل مادي. يعني ده تقريبا هي شغل هي بتشتغله. ده شغلها ده يعني، هي عملها بيقوم على اللي هي بتنجب أطفال وتبيعهم. بس الشرطة لا بس مسكتها؟ مسكتهم وتم محضر بهذا، ويعني عملوا معاها اللازم يعني. والله انا سمعت كتير وسمعت في اعلانات نت وشفت بعيني لقطه كده اهوت هنا قريبه مننا في منطقه ما اهوت يعني، يعني كان اب معاه ابن فعايز يبيعه مقابل مادي ان هو عشان يجيب مخدرات ويعيش حياته، هو ما كانش عنده غيره تقريبا، ف مش محتاج، هو راجل ابن شارع يعتبر زي ما بيقولوا، ف اضطر يعني ان هو عرض على ناس تقيله في مبابا ان هو يبيع ابنه عشان خاطر ياخد فلوس كتير ان هو يجيب بقى مخدرات ويقدر يعيش. بس انا حتى تواصلت معاه وكلمته فبقول له انت لما تجي لك مثلا فلوس وتخلص ابنك ده هيجي تاني؟ قال لي اه انا ممكن اجيب من اي حته اي حاجه انا عايزها. هو بالفعل فعلا باع ابنه؟ يعني باع ابنه؟ ما قدرتش اتواصل يعني، ما قدرتش اجيبها اكتر لان انا سبته ومشيت، ما قدرتش اعرف بقى حقيقة اكتر، ما حبيتش اخش اكتر من كده عشان برضو ما مش بتاعي الكلام، وما حبيتش ان انا احط نفسي في سينو جيم لاني ممكن يكون الواد اصلا ناس تانية يخطفوه ولا اعضاء بقى، انت سامع في الوقت ده اصلا كان الناس بتاخد العيال عشان تاخد الاعضاء والشغل ده، فما حبيتش بصراحة، خدت بعضي ورحت. ايه حضرتك طيب تعرف كان عرضه بكام؟ كان تقريبا عامل، كان قال لما سألته كده قال لي انا محتاج 30,000 او 50,000 حاجة زي كده. بكل بساطة بيتكلم فعلا في الموضوع كأنه بيبيع؟ كأنه حاجة كده جايبها من السوق ومؤاخذة معلش جابها معاه زيادة فعايز يبيعها. فيا عم ده ابنك، ده انا لحمك ودمك يعني، انت الواحد بيتمنى من ربنا ان هو يطلع له عيل يبقى سند ليه، بيقدر يكمل مسيرة ليه. انت يعني قابل ان انت تعمل كده، قادر ان انت تبيع ابنك كده ضناك بالسهل. فكان يقول لي انا كده كده مش محتاجه. مامة الطفل موجودة وعارفة بالواقعة دي؟ يعني ليه؟ انت يعني شفتوا معانا التقرير، وآخر ثانية في التقرير بتسأله بتقوله وأم الطفلة عارفة ده. كل التقارير اللي معانا وكل الصور المواقع والصور الرسائل اللي عمالة تروح وتيجي، عرض وطلب، كلها الأم والأب عارفين، كلها الأم والأب هما اللي بيسهم لبيع ضناهم وبيع ولادهم. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، تخيلوا معايا إن الرسالة دي بتكون عبارة عن فصال،
كأني رايح أشتري خضار، ولا رايح أشتري حاجة، ولا منتج فستان هلبسه، ولا وبتفاصل، باخد وبدي مع التاجر، ببيع طفل. أنا شفت رسالة منهم، واحد بيطلب بيقول عايز طفل أبيض، يعني حتى كمان بيتم اختيار الألوان، يعني أخد طفل أبيض ولا أخد طفل أسود، طب حالته الصحية شكلها إيه؟ أنا معايا ورق خضني. طب الناس اللي هياخدوه دول يا ترى هم أهل إن هم يربوا طفل؟ أنا بصراحة الموضوع فوق الخيال، يعني العقل نفسه مش قادر يصدق. النهاردة هيكون معانا الدكتورة زينب نجيب، الخبير الاجتماعي واستشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. أهلا بحضرتك يا فندم، ايه رايك في اللي انت سمعتي معانا في التقرير؟ شوفي، انا خليني اقول لك بس حاجه مهمه جدا. انا من اكثر الموضوعات حقيقي اللي مش اللي وجعاني قوي من جوه، وانا طول الطريق جايه اقول يا ربي. طب انا يعني انا موضوع. دكتوره زينب، هنكمل كلامنا بس هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني. ولسه مكملين موضوع بيع الأطفال وحالة الذهول اللي كلنا فيها بسبب الحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها. ومعانا النهاردة الدكتورة زينب، الخبير الاجتماعي واستشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. أهلا بحضرتك. أهلا يا حبيبتي. تخيلي يا دكتورة زينب ان انت فتحتي الموبايل لقيتي رسالة جايالك بتقولك طفل للبيع، هتشوفيها ازاي؟ كارثه بكل المقاييس، يعني كارثه انسانيه وجريمه، ان في حق الانسانيه بصراحه شديده لابد ان يعاقب عليها كل من يرتكب هذا الجرم، لانها جريمه بشعه بشعه. خلي بال حضرتك، يعني من اصعب الجرائم الاتجار بالبشر، خاصه لو كانوا الاطفال او النساء. يعني جزء منهم. عايزه اقول لحضرتك ان 40 مليون على مستوى العالم بيباعوا في تجارة البشر، منهم تلتهم من أطفال، 60% استغلال جنسي. فندم احنا دي كارثة عالمية، كارثة حقيقية. الأب والأم دول نقدر نقول عليهم إن هم مرضى نفسيين؟ لا، هم عندهم حجاجهم اللي أنا مش معترفة بيها على الإطلاق. الفقر من ضمن الاسباب، الجهل من ضمن الاسباب، بعتذر العوزه. لا ولكن فاصل. لا. هنطلع فاصل ونرجع تاني في ساعه مع نبال. كنت بسأل الدكتورة زينب قبل الفاصل، يا ترى الأم والأب دول مرضى نفسيين؟ لا، هو بصراحة يعني هم في أكيد من ضمن الأسباب قد يكون وارد جدا يكونوا مرضى نفسيين، ولكن مش كلهم أكيد. يعني دي من ضمن الأسباب. في ناس بتلجأ إلى حجتها الفقر مثلا، ولو إن ده مش سبب. يعني أكم من الناس الفقراء وطلعوا أولادهم ما شاء الله متعلمين ومثقفين وناس كبار، وبيفخروا بأهلهم إنهم أهلهم يعني فقراء وطلعوهم مواطنين صالحين. بالظبط، دي مش حجة أبدا. الفقر من ضمن الأسباب، الحوجة والعوزة من ضمن الأسباب، الجهل قد يكون من ضمن الأسباب، انخفاض الأجور ممكن يكون من ضمن الأسباب. يعني في أسباب كتير قوي ما قدرش. دكتور زينب، نفسية الأم دي تبقى إزاي؟ يعني الأم ده إحنا بالبلدي كده كانوا دايما يقولوا لنا القلوب بتشوف الضنا قبل العين. صحيح، صح، دي حقيقة. نفسية الأم دي بتبقى إزاي؟ وهل بعد ما تعمل حاجة زي دي بتعيش بطريقة طبيعية؟ أكيد لا، أكيد لا. هي في المقام الأول هي ما تستحقش كلمة أم الحقيقة.
ولانها توافق على ده، والمفروض يعني تقاوم وتجاهد وتواجه حتى لو الاب هو اللي عايزه، لا تقف ضده وتقف معاه. وفي منظمات كتير قوي دلوقتي بترعى المراه وبتمكنها كويس قوي من حقها، وان هي ممكن تبلغ عنه، ودي القانون 64 لسنه 2010 جرم هذا الجرم وجعل العقوبه تصل الى حد المؤبد يعني، وكمان 200,000 جنيه غرامه يعني، يعني مش سهله ابدا يعني. انت ممكن تبلغي، ممكن يكون ليكي وليكي بالفعل راي، وليكي بالفعل رؤيه، وليكي منظور في الحياه، وليكي حق في ولادك، دول ولادك، مفيش اولى منك بيهم يعني. ازاي هل في مرض نفسي في المجتمع؟ هو احنا الاخلاق انحدرت الحقيقه، والوازع الديني قل، ما بقاش عندنا وازع ديني، ما بقيناش نعرف ربنا زي الاول، وبالتالي ما بقاش عندنا يقين في ربنا ان احنا ربنا هيبعت لنا رزقنا، وان احنا لابد وان نعمل ولابد ان نجد ونجتهد ونشوف ربنا يعمل معانا ايه، يعني ونكافح في ولادنا. يعني ولادنا دول مش للبيع على يعني فكره. يعني في مرض نفسي في المجتمع ورد باللي بيظهر دلوقتي، واللي احنا عمالين نشوفه كل شويه من قضايا، ووصل الحال دلوقتي ان بيع الاطفال، والنهارده بالذات كان في حاله تم القبض عليها انه بيبيع، اب بيبيع طفل رضيع ابنه، وتم الوصول اليه وهو يعني معروض على النيابه. هل شوفي، خليني اقول لحضرتك يعني على حاجه، ده طبيعي؟ لا مش طبيعي ابدا. مش عايزه اقول مرض نفسي علشان ما نلتمسلهمش العذر، هم مش معذورين. احنا لما نقول مرض نفسي، مرض النفسي مرض ولا بد ان يعالج، فالناس تبدا تبص لهم بس يعني نظره فيها نوع من التعاطف، ولا ده مش حقيقي، انت مش مرض نفسي ولا حاجه، انتوا ده مرض مجتمعي، مرض في الاخلاق. دكتوره زينب، لو احنا مثلا جبنا ام او اب باعوا، قاموا بالبيع فعلا، ما هم هيحطوا لك حجج معينه، احنا مش قادرين على الحياه، احنا مش عارفين نعيش، احنا عملنا ده غصب عننا. ايه غصب عننا؟ تفسري ده ازاي؟ ده عدم سواء نفسي على ده ازاي؟ ده ناس عندهم عدم سواء نفسي وبيلجأوا الحيل الدفاعيه، زي تبرير مثلا، زي الاسقاط، يسقطوا على المجتمع مشاكلهم، يبرروا لنفسهم ان هم فقراء، ان هم ما عندهمش، ان هم مش قادرين، مش لاقيين، مش قادرين، مش هياكلوهم منين ويشربوهم منين ويعلموهم منين. طب بيجيبوهم ليه مثلا بيجيبوهم ليه؟ يعني مثلاً الاب اللي بيبقى راتبه محدود جدا وعنده بالخمس ست ولاد، بيجيبهم ليه؟ عشان كده قلنا تنظيم الأسرة. لا بيجيبهم ليه؟ ونقول لك الكلام اللي اتزرع جوه، قلنا كل طفل برزقه، كل عيل هتجيبيه برزقه، ازاي؟ لو عنده القناعة دي ان كل عيل برزقه وكل طفل برزقه، لو عنده هذه القناعة هيبيعه ليه؟ عمره ما كان هيبيعه ولا يفكر بالطريقة هيبيعه ليه؟ البشعة دي طريقة يعني أنا مش قادرة بصراحة يعني استوعبها يعني. واحنا على فكرة عندنا عدد مش قليل أبدا يعني، يعني بيبقى 40 مليون على مستوى العالم، 60% تلتهم اطفال، و60% منهم استغلال جنسي، دي كارثه يعني، كارثه من والله حقيقي. والله اعلم بقى اللي هياخدوهم دول كلهم فعلا بياخدوا اطفال علشان يربوهم بجد، لانهم محرومين من ولاد، ولا هياخدوهم هيعملوا فيهم ايه؟ صحيح. ولا خلي بال حضرتك، مش بس الاتجار بالبشر في الصوره دي اللي هو يبيع ويشتري يعني، هو ببساطه شديده ان هو بيبيع وش، لا مش كده خالص، التسول اتجار بالبشر. ايوه، الزواج القاصرات اتجار بالبشر، الزواج المبكر ده برضو اتجار بالبشر، في حاجات كتير قوي بتقع تحت مظله الاتجار بالبشر، الادعاره اتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي، استخدام سلطتك، كل دي يعني ليها من اشكال الاتجار بالبشر. في اشكال كتير قوي بصراحه، وفي حاجات بتبقى كمان مقننه قوي. احنا معانا اللواء علي اباظه، مدير مباحث الانترنت. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. انا المدير الاسبق في مباحث الانترنت. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. عايزة أعرف من حضرتك، هل يا ترى موضوع بيع الأطفال دي ظاهرة منتشرة ولا حالة فردية؟ لا، هي تعتبر حالات فردية يعني، مش حالات فردية منتشرة. بالنسبة طبعا لمصر. مش سامع حضرتك كويس. نعم فندم. مش سامع حضرتك كويس. بقول لحضرتك تعتبر حالات من الحالات الفردية،
فإنها مش بتتفق مع طبيعة المجتمع المصري. لكن في صفحات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الأطفال تحت عناوين مستترة وهي التبني. ما حضرتك، هو احنا بالصور مختلفة، الصور مختلفة وممكن تلاقيها بأكثر من صور. فدي من ضمن الصور اللي بيتم من خلالها. طب ايه العقوبة؟ ايه العقوبة يا فندم؟ حضرتك، ما هي الاتجار بالبشر طبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010 تمام، بينص على ان هو السجن المشدد صحيح الا في حالات محددة اللي هي 7 حالات من ضمنها بيع الأطفال، العقوبة فيها السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه. هل حضرتك ده كافي؟ لا، هي حضرتك أصل دي حضرتك طبعا ده مش عقوبة كافية، بس هي خلي بقى حضرتك إن نظرة المشرع إن لما بيجي يفرض عقوبات لازم يوجد العقوبة اللي ما تخليش القاضي وهو بيحكم يتردد في توقيع العقوبة. أيوة، يعني أنا لو حطيت عقوبة شديدة جدا زي الإعدام هتبقى القاضي هيتردد برضه في حدة الحكم بالإعدام. أيوة، إنما بيبقى لها شروط معينة. طب يا فندم، في رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وبتقدر توصل للصفحات دي وتقدر توصل للناس دي؟ لا، هو بس عشان يبقى المفهوم صح. مفيش حاجة اسمها رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. طب وضح لنا أكتر يا فندم. متابعة للصفحات العلنية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انتوا حضراتكم بتقدروا توصلوا ازاي او تكتشفوا حاله زي حاله الاتجار على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ممكن حضرتك تشرح لي عشان بس برضو كمان المواطن يبقى فاهم. يعني احنا عندنا حضرتك لما انا كنت موجود في الاداره تمام، كان في اكتر من حاجه. اولا المتابعه العلنيه، ان احنا بنتابع صفحات اللي هي بتنشر الحاجات دي متابعه علنيه. ايوه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، بيجي لنا بلاغات من بعض المواطنين الشرفاء بيقولوا ان في صفحات باسم كذا بيتم تداولها. نعم تمام، بيتم تداولها يعني او بيشوفوها قدامهم فبيبلغهم. بيبلغوا. بالاضافه من اداره مكافحه جرائم الحاسبات موفرة خط 108 بحيث ان هو يتيح للمواطن ان يدي اي معلومات خاصة بجرائم وقع. انا بشكر حضرتك يا فندم وبشكر وجودك معنا في ساعة مع نيبال. دكتورة زينب، كنا بنتكلم على ان هل في مرض نفسي موجود في المجتمع، وحضرتك قلتي لي ان لا، ده مش مبرر ان احنا نلطف بيهم او نراعيهم نفسيا، ان احنا نشفق عليهم، ان احنا نتعاطف معاهم، اصل احنا كده بنلتمس لهم العذر وهم غير معذورين بالمره. احنا لما نقول مرض نفسي اذا هم معذورين، يعني هم عندهم مرض بيعانوا منه. أيوة، فلابد ان يعالجوا. لا، هم مش عندهم مرض نفسي، مش كلهم عندهم مرض نفسي. لا، هم مرض اخلاقي. احنا عندنا مرض في القيم، احنا اخلاقنا انحدرت، قيمنا يعني دمرت حقيقي. المشكله جايه منين؟ المشكله جايه من التنشئه الاجتماعيه اساسا، من البدايه بقى. احنا يعني سوري معلش بعتذر، احنا التنشئه الاجتماعيه عندنا فيها خلل. الاسره فيها خلل، المؤسسه اللي هي التربويه الاولى عندنا فيها خلل. هو الاسره هي اللي بتعلم كل حاجه، هي اللي بتعلم الدين، هي اللي بتعلم الاخلاق، هي اللي بتنشا يعني انسان مواطن صالح في المجتمع ومواطن غير صالح في المجتمع.
يعني الاسره هي اساس. انا بحمل الاسره الحقيقه يعني الاب الاساسي يعني، لان يعني هم لو اتربوا صح الاب والام هم يعملوا كده. يا دكتوره زينب، بنطلع دايما وبنناشد ببناء الاسره وبناء الفكر والثقافه والوعي، ودايما بنقول ان حل اي قضيه بيتم عرضها او بنقعد نتناقش فيها وصوتنا بيعلى صحيح. وبنبقى هنضرب بعض وندخل في خناقات وصراعات، وفي الاخر بينتهي الحديث من غير ما نوصل لاي نتيجه، لاننا ما عالجناش المشكله من الاساس بالزبط. وهي البيت بالظبط، هو يعني هي النقطه هو الاساسيه ده. هو ده اللي كل ده هو ده دايما باكد عليه، الحوار الحوار اللي بين الاسره، الحوار اللي بين الزوج والزوجه مع بعض، وكيفيه الحوار، الحوار لابد ان يكون مرن، مش لازم يعني بخناقه. يعني المشكله مش في الحوار في هو مش مشكله دكتوره زينب في الحوار، هو الحوار ازاي، الحوار له قواعد بتاعته ازاي، صحيح. له آداب، له احنا نسمع بعض، يعني نسمع بعض، نحترم بعض، يبقى في تفاهم، يبقى في مشاركه في الحوار. ما ينفعش يعني انا اتكلم وحضرتك تتكلم في نفس، ما احنا مش هنوصل لحل وسط. لازم يكون في بيننا وبين بعض يعني نوع من انواع الرقي في التعامل، الفهم الصحيح لبعض. لازم يكون في اختيار، حتى لما اجي اختار الزوج اختاره صح واختار الزوجه صح. طب ما هو ما هو ده النتيجه، ما هو ما هو كل حاجه. انا دايما لما بعرض موضوع اقول لهم يا جماعه شوفوا المصدر ايه. ايوه المصدر، هتلاقي ان هي مبني على باطل فهو باطل. استحاله دي تكون اسره سويه هتبيع اولادها، مش ممكن. في خلل في الاسره دي، في خلل، في خلل وفي عدم فكر، وفي بقى في جشع برضو. هل صحيح. هل منطق ان انا عشان امر بضيق مادي اني ابيع طفل؟ ده انا ببيع يعني طفلي وبتسول بيه وبهينه وبعمل الولد يعني بكسره جدا نفسيا، بعمله تمزق لشخصيته ونفسيته قبل يعني قبل ما يتبني. يا دكتوره زينب، انا معايا ورق الرسايل بتاعه الواتساب كده، في فصال كمان، في فصال يعني حد عرض وطلب. يا الله. طب السعر ده غالي، والله ده مش ليا، ده الام هي اللي طالباه. انت متخيله يعني انا وانا عماله اقرا الورق ده شبه حاسه بحالها من ان يعني طبعا يعني مش مصدقه ان ده يكون حقيقي، مش مصدقه ان ده ممكن يكون حقيقي. يعني صح. ان عرض وطلب رايحه وجايه وديسكاونت يعني. علشان كده لازم ناكد على الناس، لازم اللي يعرف حاله بالشكل ده لازم يبلغ عشان ما تنتشرش. وسياده اللواء دلوقتي بيقول لابد وان يبلغ وكمان تحاسب وتعاقب، ويكون العقاب عقاب رادع، حتى يكون عبره لمن يعتبر ومن لا يعتبر، عشان يكون عبره لغيره. ما حدش يفكر ابدا انه يعمل عامله زي دي، او يستسهل او يستغل اولاده. انت ازاي تستغل اولادك؟ وان احنا يعني نتكلم ازاي يبقوا رخاص قوي كده؟ انتوا ازاي كده؟ يعني انتوا ازاي بتبيعوا اولادكم اللي هو ثروتكم؟ بتبيعوها يا الله، لما يبقى الانسان هو سلعه تباع بارخص وابخس الاثمان. يعني ده ازاي الام لما تيجي تسمعي تاريخ كل ام بتحكي تقول ايه؟ تقول عندي استعداد اني انزل اشتغل في البيوت عشان ابني او بنتي. دي الامهات الكادحات المحترمات. فهل بالساهل ان الابن بس لما بيقول القلب نفسه يعني كأن انت صحيح. بتقتلي الام صحيح. فازاي انها تتخلى عنه بالسهوله دي، وانها توافق الاب؟ يعني لو حتى الاب قاسي، انت ازاي وافقتيه على ده؟ ما روحتيش بلغتي فيه ليه؟ بيحصل لها نوع من انواع التبلد في المشاعر، التجمد في المشاعر، بتفقد الامومه، بتفقد الفطره بتاعتها اللي هي المرأة. ما هو ده انا عاطفية. سالت، انا سالتك يا دكتوره زينب في البدايه، قلت لك نفسيه الام بتكون ازاي؟ يعني هي يعني اشرحيها لي بتبقى ازاي. يعني هم في فروق فرديه بين بين كل حاله وثانيه، وبيننا احنا وبعضنا، حتى لو مش عندنا المشكله دي، في فروق فرديه. في ناس عندها نوع من اللامبالاه، في ناس عندها نوع من انواع السلبيه، في ناس عندها مرض نفسي، ممكن يكون مرض نفسي ان هو مش فارق معاه وعنده اولاد كتير، فيعني شايفها ان هي عاديه. يعني في ناس لا، دي جريمه وكارثه، يعني ازاي يشوفوها؟ يعني عندنا المشكله في اختلاف المعايير، اختلاف الفهم، ما بقاش عندنا ثقافه، ما بقاش عندنا قيم، مفيش تفكير، مفيش اي حاجه خالص، يعني مفيش ادنى انواع الثقافه مش موجوده والله. وان كان اللي ملهاش علاقه بالثقافه، هي ليها علاقه بالقلب وبالطيبه وبالحنيه، وان ده ابني وضنايا. يعني انا مش شايفه يعني الف به فطره انسانيه
ان يكون ابنك اللي هو ما انت مصدر الحمايه له ومصدر الرعايه له والاهتمام والامان له، انك تعمل فيه بايدك كده، انت بايدك بتوديه للتهلكه، وانت بايدك اللي بتبيعه، وانت بايدك اللي بتخليه يتسول او بتتسول بيه او بتستخدمه في بعض الجماعات الارهابيه مثلا، الحاجات المسلحه بتستخدمه ك نوع من انواع حد ياخده منك، يعني الله اعلم بيعمل فيه ايه، استغلال جنسي بيعمل فيه. احنا معانا الدكتور شريف شحاته الداعي الاسلامي، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. خليني قبل ما اسال حضرتك عن حكم الدين ورايه في بيع الاطفال، الناس دي عندها مله ودين؟ طبعا بدايه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا خلاف انه هذا منافي للفطره قبل ما نتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالدين. لان الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه على فطره سويه متزنه. تمام. تأبى الغلط وتتجه للصح. وفي ضمير بيحركها لما اجي اعمل حاجه غلط بينبهني. فبالتالي السؤال اللي حضرتك سالتيه، هل هم عندهم فطره؟ تفضل. اعتقد ان الخط اتقطع. دكتورة زينب، زي ما كنا بنتكلم من شوية، ان نقدر نقول ان ام واب بالشكل ده يقدروا يعملوا ايه تاني؟ يعني ايه اللي ممكن بعد بيع الضنا، ايه اللي ممكن يعملوه تاني؟ دي ابشع الجرائم على فكرة. يعني هل الجرائم، يعني انا مش شايفه ان بعد كده في ذنب تاني ممكن يرتكبوه؟ لا، يعني نقدر نقول ان الجرائم اللي بتظهر في المجتمع بالشكل الغريب والاحداث اللي احنا بنسمع عنها، والزوج اللي موت مراته، والست اللي اتفقت مع عاشقها وقتلت جوزها، والاحداث اللي عمالين نسمعها كل يوم، هل نبع من مجرم ومجرمه زي دول؟ شوفي، هو تجارة الأعضاء أو تجارة البشر، خلينا يعني أقولها، هي تالت تجارة رابحة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات. وبالتالي هما بيشوفوها إن هي قد كده بتجيب لهم فلوس وبسهولة، وبالتالي هما بي بي يعني مش عايزة أقول بيتعاملوا معاها بأنهي منطق، بس هما بيستسهلوا. بيستسهلوا قوي لمجرد ان الربح كتير، لان هما خلي بال حضرتك الربح بيوصل يعني 228 مليار دولار على مستوى العالم. ياه. مبلغ مش هين ابدا. احنا عندنا كميه اتجار بالبشر غير عاديه، خلي بال حضرتك يدخل فيها كمان اللي هو حتى البويضات بتؤجر، البويضات بتباع، يعني الرحم كمان. دكتورة زينب، حاجات كتير قوي. دكتورة زينب، احنا كمجتمعاتنا الكلام ده صعب علينا قوي، ولكن للاسف يعني في الغرب لما كنا بنسمع ده هناك، وان ده موجود والام متقبله يعني حتى عاداتهم وتقاليدنا، التقاليد نفسها غيرنا. يعني في الغرب الام ممكن تكون يعني عرضت ابنها للتبني، او انها تديه لاسره، او يعني هتديه لاسره عشان تربيه وهي حامل. لكن احنا هنا في مجتمعاتنا الشرقيه عندنا حته الامومه، الابوه، الابن، الضنا، بنعيش حياتنا كلها ونموت واحنا بنفني حياتنا لاولادنا. يمكن احنا ما بنعيش قد ما بنبقى عايزين هم يعيشوا ويكونوا. فالحاجات دي برضو صعبه علينا كمجتمع ان احنا نتقبلها، حتى لو قلنا ان بقى في انحدار اخلاق مش ممكن يوصل للدرجات دي. ولا انت مش معايا في الكلام اللي انا بقوله؟ طبعا اكيد مع حضرتك قلبا وقالبا، ولكن احنا بقينا بالتقليد الاعمى، بنقلد الغرب بتقليد اعمى، بنقلدهم في الغلط، بس في الحاجات الغلط مش في الحاجات الكويسه. أيوة. للاسف يعني يلبسوا مش عارفه ايه، نلبس زيهم، اشعرهم ايه نعمل زيهم. أيوة. ياجروا رحم ناجر احنا كمان رحم، ياخدوا بويضه او يستلفوا او ياجروا بويضه، يعني نعمل نفس الحاجه، نفرض على عضلاتنا على الرجاله بالزبط. عشان نقول الراس بالراس، كل ما هو خطا كل ما هو خطا احنا بنعمل صح. التبني كمان بناخده منهم، عملنا كده وده محرم في الاسلام، غير شرعي بالمره.
حاجات كتير قوي بدأنا نلجأ ليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هي بصراحة ضد قيمنا وضد أخلاقنا وضد مبادئنا وضد شريعتنا وضد حتى يعني القيم ضد بلادنا. احنا بلادنا عمرها ما شافت الظواهر دي. وخلينا أكد ان هي حالات فردية، الحمد لله رب العالمين المجتمع المصري مجتمع متماسك، و احنا الحمد لله رب العالمين يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى استراتيجيه هامه جدا، استراتيجيه 2030 واللي هي نادى بيها، هي في الحقيقه من اهم الاستراتيجيات والحاجات اللي هي اكدت على الاتجار بالبشر، وبدا يفعل القانون وبدا يجرمه ويغلظ العقوبه بالفعل. مش بس جرمها، لا ده كمان بيغلظ العقوبه، وكل ما يكون كل ما يكون يعني اكتر. مش بس كده، وزاره التضامن الاجتماعي كمان عملت دار لايواء الاطفال دول اللي هم تعرضوا للاتجار علشان يرعوهم من اول وجديد، عشان يدمجوهم في الحياه من اول وجديد، يعملوا لهم دمج في المجتمع من اول وجديد. المجلس القومي للامومه والطفوله ما قدرش ينكر دوره ابدا بصراحه، عمل بروتوكول هام جدا وعرف في الاتجار بالبشر وقال ايه بنوده، وقال الماده 3 منه عرفت الاتجار بالبشر، وقالت 1 2 3 4 وازاي يحاسبه وازاي يعاقبه. وزاره التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمراه كمان مش عايزين نغفل دوره ابدا، كمان جرم وقال بلغه وعمل وحدات وعمل خطوط سخنه كتير قوي لاي حاجه تحصل او اي حد يعمل ده لازم. الحاجات دي كلها موجوده فين؟ يعني لو الناس اللي بيسمعونا دلوقتي ازاي يقوموا بموضوع ان هم يعملوا بلاغ، او ازاي ان هم يكلموا مين، او يعني حضرتك فسر لنا ايه الخطوات. ما هو احنا ما فيش انقاذ هيحصل الا لو حصل تعاون صحيح مع كل يعني المنظمات كل الجهات. في حاجات معينة أنا أقدر كمواطن عادي إن أنا لو شفت أي شيء غلط إن أنا أبلغ عنه عن طريق إيه؟ حضرتك قلتي الخط الساخن. الخط الساخن المجلس القومي للأمومة والطفولة. المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعي كمان عاملة فتحة دور للإيواء بتاع وكل المعرضين للخطر وكل المهمشين وكل اللي حصل لهم تجارة برضو بالبشر، سواء كان تسول بالأطفال سواء كان بيع المخدرات، وما بيستخدموا أولادهم دول في الشوارع ويبيعوا الحاجات دي، لأنهم يهيئ ليهم أن الولد مش هيكتشفوا، لأنهم الولد لما يبيع في الإشارات أو يعمل حاجات من دي فمش يعني شوف استغلال سيء للغاية. ده بالإضافة طبعا للاستغلال الجنسي اللي احنا اتكلمنا عنه، بالإضافة لبيعهم لبعض المواد المخدرة كمان. بس الدكتورة زينب، إن الأطفال للتبني وزارة الداخلية قفلت الصفحات دي واتدخلت ومباحث الانترنت، حضرتك بتشوفي ان برضو حتة متابعة الصفحات اللي بتطلع تحت اسامي مستعيرة مهم؟ طبعا طبعا ده مهم، ومهم جدا على فكرة. لازم يكون في رقابة، لازم يكون في ضبط، لازم. اصلي هنسيب المواضيع كده مش هتحل، ويبقى فيها مشاكل اكبر وجرائم اكبر، ومش هنعرف نوقفها ومش هنعرف نواجهها ومش هنعرف اسبابها كمان. احنا لازم اذا عرف السبب بطل العجب، لازم أيوة. نعرف الاسباب ولازم نمشي ورا الخيوط. ودي على فكره مش معناها تجسس او تسلط ابدا اطلاقا، هو كل ما هنالك ان احنا خايفين على مجتمعنا، خايفين على ولادنا، فمن حقنا ان احنا نرعاهم بطريقتنا. المجتمع ازاي يساعد في تصدي مشكلة زي أو قضية زي قضية بيع الأطفال؟ هقول لحضرتك، أولا بلاش اللامبالاة، بلاش أنا مالي، بلاش ده مش ابني، بلاش اللي هي السلبية بتاع يعني بتاعة المجتمع اللي الواحد بيشوفها دلوقتي ويقولك أصلا ما اهتمتش أعرف سعره كام. أنا سمعت في التقرير حد قال ما اهتمتش. طب زي ما اهتمتش ونسيت بلده اسمها إيه؟ في حاجة اسمها كده؟ تاخد بياناته وتعرف بياناته عشان تقدر تبلغ عنه. يبقى حتى نساعد الجهاز وزارة الداخلية ان احنا تقدر توصل لمعلومة. لا ودكتورة زينب في نقطة مهمة جدا، ان فكرة ان يبقى الثقافة اللي بنناشد بيها ان احنا يبقى عندنا وعي عندنا ثقافة طبعًا. يعني ايه بناء أسرة؟ يعني ايه زوج وزوجة؟ يعني ايه اختيار زوج؟ يعني ايه أم؟ صحيح الأم يعني ايه حب؟ يعني ايه حب؟ يعني ايه حب؟ يعني إيه حب؟ يعني بجد والله دايما بقول ان والحب في الارض درد من تصورنا، الا لم نجده عليها لا اخترعناه. يا ستي انت مش عارفه تحبي، احنا هنعلمك ازاي تحبي ابنك،
انك تراعي، انك تخافي عليه، انك تواليه طول الوقت، انك دايما تخليه في احسن صوره، دايما تربيه كويس. بس عشان انا عايزه اقول حاجه، لازم الام اصلا تكون اتربت كويس، لازم هي تكون نشات في نشاه اجتماعيه سليمه وسويه، وعندها سواء نفسي وعندها توافق بينها وبين نفسها وتوافق بينها وبين مجتمعها، عشان يبقى عندها هي كمان سواء نفسي تقدر تربي ابنها. دكتور زينب، دكتور زينب، كلمه اخيره توجهيها لكل اللي بيشوفونا دلوقتي. يا جماعه، هو انا بس مش قادره استوعب ان ممكن يكون الفقر او الجهل او العوزه او الحوجه تكون سبب في المشكله دي. استحاله يكون كده. زي ما ربنا يعني جعلنا احنا مسؤولين عن اولادنا، وجعلنا ان احنا في وقت ممكن نكون محتاجين، ولكن احنا ده كل ده بالصبر وبالجلد دي هيعدي. مش ده مبرر ابدا ان احنا ممكن نبيع ولادنا، مش ده مبرر ابدا ان احنا ممكن نتاجر فيهم. عيب قوي، عيب قوي لما يبقى مجتمعنا المصري اللي هو مجتمع قيم يبقى في المقام الاول، ومجتمع يعني بيلتزم بالاخلاق، ويعني هو مفترض ان هو مجتمع احنا اللي علمنا الناس الاداب والاخلاق، احنا اللي علمنا الشعب ده، هو شعب ديننا طبعا. ديننا الاسلامي هو جامع مانع لكل شيء. ده ضد الانسانيه، ضد الدين، ضد الاخلاق، ضد حتى هويه، ضد طبيعتنا، ضد فطرتنا. احنا مش كده ولا عمرنا هنبقى كده. دكتور زينب، بشكر حضرتك جدا، وبشكر وجودك معانا في ساعه مع نيبال. تسلمي، شكرا. انا مبسوطه في الختام. انا عايزاكم تصدقوني، أنا مش طالعة عشان أهاجم المجتمع المصري، أنا بتكلم على حقيقة موجودة في العالم كله، التجارة بالأطفال بولادنا. بتكلم النهاردة عن حالة موجودة بالفعل، أب قام ببيع ابنه الرضيع عشان بيمر بضائقة مادية. بنتكلم على البركة في الحياة، بنتكلم عن الأصول اللي إحنا عايزينها ترجع، بنتكلم عن القيم وعن المبادئ اللي عايزينها تبقى في كل بيوتنا. عمر ده ما هيحصل إلا لو حصل بناء للأسرة من أول وجديد. القسوة اللي بتتزرع في قلوبنا حتى في علاقتنا مع بعض، مش بس في قضية زي قضية بيع طفل. أنا كأم مش مصدقة ان ممكن ام تضحي بابنها. انا جدتي كانت بتقولي القلب بيشوفه قبل العين. عارفة يعني ايه ابنك؟ يعني حتة منك، يعني الامل، يعني الحب، يعني الدنيا، دنيتك الجديدة اللي بتتحملي الاب، وبتتحملي قسوة الحياة، وبتتحملي كل الظروف. كل الظروف بتستحمليها عشان خاطر تشوفي ابتسامة على وش ابن من ولادك. عادي كده، عادي كده نبيعهم، عادي كده نفرط فيهم ومش عارفين رايحين فين، ولا العائلات دي شكلها ايه، ولا هيتاخد منه اعضاء، ولا هيبقى متسول، ولا هيطلع ايه. عادي كده عشان بتمري بأزمة. هل وصل بينا الحال لكده؟ احنا كمجتمع علينا دورنا ان احنا نبلغ، وان احنا نقول ان احنا ما نسكتش على غلط، ان احنا نتكاتف مع بعض، ان يبقى فيه وعي وثقافة وحوار، نفهم يعني ايه حوار، نفهم يعني ايه ثقافة، نبني العقول عشان نعرف نبني المجتمع. اتقوا الله في اولادكم، أولادكم اللي بتجيبوهم الدنيا وترموهم وتقولوا كل واحد برزقه. أي دين هيرضى بده؟ ربنا هيرضى بده؟ هيرضى إن أنا جبت طفل للدنيا أنا مش قادرة لا أكله ولا أشربه، وعندي زيه 5 6 ولا 7؟ يا جماعة، لازم الفكر، لازم بناء العقل، ولازم كل واحد عنده كلمة يكون قد مسؤولية الكلمة اللي بيقولها، لأنه هيحاسب عليها. إزاي نحط أفكار صح؟ إزاي نفهم البيت صح؟ إزاي نعرف إن الأم دورها مش شيء سهل ولا بسيط؟ هي الأساس، هي اللي بتطلع كل الرجالة الخاينة، واللي بتتجوز على مراتها، واللي بتضرب، واللي بتشتم.
أساسها الأم. عايزين نفوق بقى، عايزين نفوق، عايزين نفوق ونبطل نقعد نكتب شعارات. فعل، نربي ولادنا، نربيهم، بناتنا، نعلمهم صح ونفهمهم صح عشان اختيارهم يبقى صح. تصبحوا على خير.